هاي جايز، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد، وهو طريقة تحضير البسكوت بالتمر، وهو كمان بيسموه كليجة، وحنحضره بطريقة كتير سهلة، وكمان هي على طريقة شام الأصيل، ورحنا هنجربها كمان لأول مرة. وهيدي الطريقة ناجحة وكتير بيطلعوا طيبين آخر شيء، وكمان بنفس الوقت هيدي العجينة هي عجينة كمان المعمول، يعني مثل كأنكم آخر شيء عم تاكلوا معمول، وكتير بيطلعوا طيبين، وكمان بتطلع كمان طعمتهم مثل البسكوت الجاهز المحشو بالتمر. ويلا لنبلش بالوصفة. اول شي وصفتنا بتحتاج لقطر، فحنحضر القطر. اول شي المكونات، بدنا كبيتين من المي، كبيتين سكر، معلقة صغيرة من الحمض الليمون، وكمان بدنا معلقة كبيرة من الماء زهر. اول شي منضيف المي، بعدين منضيف السكر، وبعدين منشغل عنا الغاز، بس اكيد قبل منحركهم شوي، بعدين منشغل الغاز ومنتركهم هيك لحتى السكر يدوب ولحتى المي تغلي بهيدا الشكل، شايفين كيف؟ بعدين منضيف حمض الليمون ومنحركهم كتير منيح، وبنتركهم هيك تقريبا لعشرة او 15 دقيقة، بنتركهم هيك يغلوا. وهلأ بعد 15 دقيقة منطفي الغاز ومنضيف الماء زهر، وهلأ منترك القطر لحتى يطفى شوي، وانتبهوا كمان تحرقوا حالكم فيه، يعني ضروري رحنا لازم نستخدمه بالوصفة يكون بارد مش سخون. وهلأ هون عنا بدنا نحضر الحشوة. للحشوة بنحتاج نصف كيلو من عجينة التمر، وهي عبارة عن تمر بس نشيل بذره ومطحون مع بعض، وكمان بدنا معلقة صغيرة من القرفة، وبدنا معلقتين كبار من الزبدة. وهلأ هون عنا العجينة التمر دفناه فوق القرفة وبعدين الزبدة وحركناهم مع بعض، بدنا ندعكهم كتير منيح مع بعض. هي اول شي بتجي هيك شوي قاسية، بس رحنا بنحط لها الزبدة عشان تطرى، شايفين كيف؟ بدنا ندعكها كتير منيح. وهلأ هون عنا عجوة التمر الحشوة جاهزة، ويلا هلأ لنبلش بتحضير العجين. أول شي بدنا كيلو من الطحين، يعني 7 كبايات، وممكن نحتاج أكتر كمان. وبدنا كبايتين ونصف من السمنة، كباية سكر، وكباية مي باردة، ضروري تكون باردة، وكمان بدنا 5 معالق كبار من القطر اللي حضرناه أول الوصفة. وهلأ منضيف الخميرة ومنحركها شوي هيك مع الطحين، وبعدين منضيف هلا السمنة، شايفين بهيدا الشكل. وهلا اول شي بالمعلقه منحرك شوي السمنه عشان تنخلط مع الطحين بهيدا الشكل. وهلا وقتا انخلطت شوي السمنة مع الطحين، بلشت ادعكن بايدي، وتقريبا كتير بدكن ضلكن عم تدعكوا شي 10 دقايق لحتى يصير عندكن عجينة متماسكة، شايفين بهيدا الشكل، ولحتى الطحين كمان انه يندمج مع السمنة. وهلا هيك عنا العجينة بتكون جاهزة، شايفين كيف الطحين انخلط كليا مع السمنة، شايفين متماسكة كتير منيح، شايفين قوامة، لازم رحنا يكون هيك قوامة بهيدا الشكل. هلأ بورجيكم كيف متماسكة عندي، شايفين كيف بهيدا الشكل.
وهلأ بعدين بدنا نفردها بقلب صينية، منمدها على كل أنحاء الصينية، وبعدين منحطها بقلب البراد لمدة نص ساعة لحتى تجمد شوي. وما بيأثر إذا جمدت معكم كتير، لأنه هو بيكون شغلكم كتير صح إذا جمدت بالبراد. وهلا هون بعدين جبنا المي الباردة وكمان القطر، وهلا ضفنا فوقهم السكر وحركناهم بعدين كتير منيح. وهلا هون عنا العجينة من بعد ما حطيناها نص ساعة بالبراد، شايفين كيف؟ وهلا رحنا بدنا نشيلها، بدنا نحطها بوعاء، وبدنا نحط فوقها، نضيف فوقها المزيج اللي عملناه قبل شوي انا وياكم. وهلا رحنا بدنا نضيفها شوي شوي، يعني اول شي بنسكب شوي وبدنا نحركها، يعني هيك ما بدنا ندعكها لانه رحنا اوريدي داكينا، فبس بدنا نحرك المزيج مع العجينة بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ شايفين كيف بهيدا الشكل، ما بدنا ندعكها كتير. وهلا رحنا بس لما يتشرب عنا المزيج منضيف بعدين فوقه كمان، ومنضلنا هيك عم نضيف لحتى يخلص عنا المزيج بهيدا الشكل. ورحنا هون من بعد ما ضفنا كل المزيج رجعنا بعدين ضفنا شوية طحين عشان طلعت شوي العجينة بتلزق معنا، فمثل ما شايفين رجعنا ضفنا طحين وصارت العجينة كتير منيحة. وهلأ كمان بدنا نرجع نفردها بقلب الصينية، وبدنا كمان نحطها بالبراد لمدة نص ساعة لحتى تجمد معنا. وهلا هون بعدين جمدت العجينة وصار وقت بدنا نعمل البسكوت بالتمر. اول شي حطينا شوية طحين، وبعدين بدنا نفرد العجينة وشكلناها على شكل طابة، وبعدين فردناها وشكلنا دائرة بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ شايفين ما احلاها العجينة. وهلا بعدين بدنا نبلش نعمل على شكل مستطيل، وشايفين كيف عم بعمل شكل مستطيل بالسكينة. واخر شي بدي شيل هول الزوايد، شايفين كيف؟ منشيلهم اكيد ومنرجع منعجنهم مرة تانية. وهلا هون رحنا منحط الحشو بهيدي الطريقة، اكيد رحنا هيدا كتير سهل شكل، فما صورت لكم اياه، انه بس بتعملوها هيك على الطاولة بترقوها لحتى تطلع معكم هيك خط طويل، وانتو الحشوة حسب ما انتو بدكم انه تقللوا او تكتروا، هيدا الشي بيرجع لكم، بس اكيد هي بتكون اطيب اذا كترتوا بقلبها حشوة. وبعدين بهيدا الشكل مثل ما شايفين بالفيديو كيف عم برجع سكرها، ومنرجع منقصها بالسكينة مثل ما شايفين بالفيديو، طريقة مبينة كتير واضحة. بعدين شايفين هلأ ببلش بسكرها بإيدي بهيدا الشكل. وهلأ بنعملها رول شوي على الطاولة عشان يصير عنا شكلها منيح مثل ما شايفين بالفيديو.
long time. وهلا اخر شيء عشان يطلع شكلها حلو منجيب الشوكة، وشايفين كيف بنضغط عليها شوي بهيدا الشكل بصير عنا شكل حلو. وكمان احنا كمان استخدمنا الشوكة حتى نعرف انه يطلع حجمهم نفس الشيء. هلا شايفين كيف انه بيطلع حجمهم نفس الشيء على قد الشوكة، واكيد هول الزوايد ما بيطلع حجمهم نفس الشيء، فاذا بدكم بتشيلون بترجعوا بتعجنون او عادي بتحطون كمان ما بيأثر، يعني اوريدي كمان شكلهم انه حلو عادي ما بيأثر. وهلا كمان هون حطيت لكم فيديو تاني بس كمان ديزاين تاني، يعني شكل تاني عم نزين فيهم البسكوت بالتمر. هلا حتشوفوا كيف رجعت عدت لكم الطريقه عشان توضح لكم. مثل ما شايفين عم نرجع نعيد الخطوات. وهلا هون مثل ما شايفين علمناها بالسكينة، شايفين كيف هيدا غير شكل وكمان كتير حلو، وكمان بنصحكم تعملوه. بس هون كيف بدنا ناخد القياس، شايفين كيف منحط منقص اول واحدة ومنحط فوق التانية عشان نقصهم نفس القياس مثل ما شايفين بالفيديو. لازم نعيد الخطوات لتخلص العجينة. وهلأ بعدين منحط مندهن الصينية بالزيت، وبعدين منحط البسكوت. واكيد ما بننسى انه بدنا نحمل الفرن قبل تقريبا 10 دقائق او ربع ساعة على درجة 230. ورحنا هول البسكوت بدنا نحطهم بالفرن لمدة 7 دقائق او اقل، لازم تضلكن عم تراقبون. ومنحطهم بالطبقة النصانية بالفرن، واكيد لازم يكون مشغل من فوق ومن تحت، واذا ما بيشتغل من فوق ومن تحت فيكن تحطوهم من تحت وبعدين ترجعوا عادة شغل اللي فوق، ما بيأثر ما بيصير شيء. وشايفين كيف عنا البسكوت بالتمر صاروا جاهزين، وشايفين كيف لونهم هيك حلو، وعن جد كتير طلعوا طيبين، وبنصحكم انه تجربوا هيدا الوصفة. وصحة وهنا، ومنشوفكم بالفيديو الجاي. باي. Thank you.